واو شو عم تعملي؟ كأني الشريط عم بيعيد نفسه. انا كمان بحب الحامض بميرة. شو معقول كمان حامل بنت؟ كمان بنت؟ حياتنا كلها ليمون، من الصبح بتفيق ليمون، الظهر ليمون، على الغدا في ليمون، على العشاء في ليمون. شو يا بابا؟ تعي تعي لهون. ميرا هلا حاليا من وقت ما تعلمت على هاي العربانة مجننتنا، شو عم تعمل فينا بالبيت؟ شوفهم كيف بتمشي العربانة. شو؟ حروح هنيك واعمل لميرا اغراء بشي شغلة وشوف كيف رح تجي وراي. هون هون. يلا شايفين يلا كيف؟ يلا 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 يلا. كاني عم تسوق سيارة، تاخذ يمين شمال. دايما ميرا بتبكي لما بتصل لهون، لهالمنطقة بتصير بتبكي لأني بتحصر حالها. شوف ترى ما عبرتك. أول شيء لازم نسلم عليكم بعدين نحكي لكم شو رح نعمل اليوم. يلا جاهزة؟ واحد اثنين ثلاثة. مرحبا كيفكم؟ إن شاء الله الكل يكون بخير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم رح يكون عبارة شو؟ عن شو؟ أوكي. لا اليوم رح نروح نجيب أرنب. اليوم قررنا أنا وشهد شو نعمل؟ نروح نشتري أرنب لميرة حتى ميرة تتسلى بالأرنب. أول حيوان أليف لميرة، تخيل. رح نشوف ردة فعلها شو رح تعمل على شيء عم يتحرك. إنسان حي إنسان حي. حمست زيادة. أنت لا لا لا، من وقت ما أنت حامل في قصص عم بتصير معك غريبة. ما بعرف شو بقول ليش هيك. كمان في شغلة، نحن ما عملنا لكم أبديت عن ميرة، شو عم بيصير مع ميرة، شو صاير، وين وصلت، شو عم تعمل حركات، لأني هلا حاليا ميرا بلشت تمشي بالعربانة مثل ما شفتوا، وكمان شو بلشت تعمل؟ بلشت ميرا بلشت تسحب الزحف الطبيعي، مو اللي هي. واو، بتتذكروا لما كنا عم نحاول مع ميرا حتى تزحف، نعمل لها كثير شغلات حتى تزحف، هلا حاليا انتوا اكيد ما شفتوا هذا الشيء، نحن ما قلنا لهم انه ميرا صارت تسحب طبيعي، ما هيك؟ لازم نفرجيهم. كمان نحن اليوم مفكرين نمرن ميرا على الوقفة، لازم توقف، لازم تمشي بيبي. يعني انا حسيت ميرا صار عمرها تقريبا بعد اسبوع رح يصير عمرها 11 شهر، يعني سنه الا شهر. عيد ميلادها بعد شوي. نسيانه؟ ايه. او ماي جاد، لازم من هلا نحضر. مهم قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تشتركوا القناة إذا أول مرة بتشوفونا أو أول مرة بتتابعونا، وفعلوا جرس التنبيهات حتى كل ما ننزل فيديو جديد على القناة يصلكم إشعار وتشوفوا الفيديو. وكمان لا تنسوا لا تنسوا تفجروا الفيديو لايكات. يلا. لا 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 كم. يلا تعي تعي تعي. يلا. بتعرف شو خطرت لي فكرة؟ سماعاتي؟ يلا تعال. اوكي حبايبي، طبعا انا هلا بالطابق الثاني سيمان تحت عم يتحضر ويتجهز لحتى نروح نجيب ارنب على اساس. بس الحقيقة هو انه رح اقول لسيمان رح اقول لسيمان انه فيديو الحمل كان مقلب، وانه انا مو حامل، وانه الحمل كان كاذب. ما بعرف بدي الف شي شغله شي قصه بحيث اخليه انه يصدق انه انا مو حامل. ما بعرف ليش هيك عندي احساس انه سيمان مستحيل يصدقني، بس ان شاء الله رح ابذل قصار جهدي لحتى سيمان يصدقني. فهلا انا رح انزل تحت اوكي واقول لسيمان انا مو حامل وكل اللي عملته فيه كان مقلب. بصراحه بدي اشوف رده فعله، هل تخيل بيفرح. بدي اشوف ردة فعل سيمان، هل راح يفرح، هل راح يحزن، كيف راح تكون ردة فعله. راح اقول له انه هذا اكبر مقلب عملته فيك بحياتك كلها. نحن طالعين رايحين نجيب الارنوب. هي ارنوب، بنجيب لك ارنوب. انا حاسه الشغله انه شاهد فرحان على الارنوب اكثر ما ميرا تفرح على الارنوب. يس. حاسه الارنوب فعلا مو لميرا. يلا بسرعه بسرعه. مش لحظه لحظه لحظه. بدي اقول شيء. تعال بدي اقول لك شغله قبل لا نطلع. شو ما بنلحق قبل لا نطلع بيبي؟ كم صار مو وقت افلام. كم هير ما بنلحق. كم هير بسلك المحل. شيء مهم. ماشي اوكي. رح اقول لك خبر بس ما تزعل.
اوكي هلا اكيد اذا خبر بيزعل اكيد رح اذا خبر حلو اكيد رح افرح يعني. الحمل كان مقلب. كان حلو بعرف. لا كان مقلب. شو هي ردة الفعل؟ انه لازم هلا فرجيلي فرجيلي مرة ثانية. مو مصدقني؟ لا تمزعي شو كل الحركات وكل القصص اللي عملتيها بالاخير مقلب بتقتليني. ما هو انا كنت متفقة معهم انه انا اعمل فيك اكبر مقلب بحياتك. لا تمزعي. ما عم بمزح عن جد. I'm not kidding. مقلب شو بتعرفي اذا مقلب عن جد؟ انت قضيتي علي راحت الثقه كلها. انت عملتي معي انفصام شخصي بجد؟ جد كل اللي سويته. لا طلع حمل كاذب. عم بقلك طلع حمل كاذب. شوفي اذا طلع كلامك مزبوط وحياة الله بلبسي رح اشلف حالي بالمسبح. اذا كلامك مزبوط 100% هذا اثبات انه انت عم تكذبي. كيف قدرتي هلا تمسكي حالك كل يوم مقلب؟ ما هو انا وعائلتنا اوكي اتفقنا انه نعمل فيك اكبر مقلب بحياتك. معقول تكوني هيك خبيثه لهالدرجه؟ انا ما بعرف مرتي خبيثه لهالدرجه انه انت ما مقلب ما شو اوكي تعيش وتاكل غيرها كان مقلب اقوى. طيب مقلب ماشي ماشي. شو هلا بدي اخذك عند الدكتوره ماشي حتى يعمل فحص. يلا بنروح. يلا بنروح. يلا انا جاهز لابس انا. يلا تعال يلا تعال. جايه انا. يلا تعال معي لشو. جايه يلا مش نروح للسياره. نسيت مفاتيحي والله العظيم. مقلب كان مقلب اوكي ليش ما عم تصدق. يلا ها امشي نروح للدكتور عن جد ما عم بمزح. انت مولك اذا مقلب يعني انت عن جد ملك طبيعيه بحياة ربي. بدك تحكي مقلب مقلب كان كم مره صار بقول مقلب مقلب مقلب. خدي بنتك ات از مقلب ماشي. تعال اوكي انا حاليا صعدت فوق مره ثانيه. حاليا سيماند كثير مزعوج مني وكثير حسيت الزعل فانا مفكره حاليا اتركه شوي انه يهدأ يستجمع قواه العقليه. لازم اقول له انه كان كذب اوكي رح اقول له انه مقلب كان انا حامل ما في شيء تغير كل شيء كان حقيقه ما كان كذب. والدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها وإحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فات. كيف لك نفس الله هيك تغني؟ أكلت أقوى مقلب بحياتك. مقلب أنت ما؟ خلص لا تزعل أوكي؟ خليني أقول لك شغلة. فيديو الحمل ما كان كذب. عم بلعب علي. لا جد هلا شوفي كل المزحه جنب وتركي موضوع الفيديو هذا ويوتيوب والقصص كلها. احكي لي بصراحه يعني كان جد ولا جد فيديو الحمل جد؟ لا جد فيديو الحمل كان جد. يعني انت حامل؟ ايه بعرف يعني انت مستحيل تكوني بهالقدرات الخارقه حتى انه شو تصبري كل هالقد تعملي فيديو كبير تعملي خبر كبير وتصبري كذا يوم حتى تيجي تقولي لي هذا كان مقلب. لا انت مستحيل تكوني هيك. هلا انا شو صدقتني كان عن جد الحمل. شو عن جد الحمل؟ عن جد خلص. ليش انا دخلت انا صاحبه الموضوع دخلت. لا بصراحه كان هذا اوكي هذا الفيديو كان مقلب ماشي. قال لك شغله بصراحه انا بالبدايه انت بتحكي لي هيك ولا كلامك مأثر فيني لاني بعرفك عم تكذبي لاني انت مالك من هذا النوع انه تخططي هذا بس بعدين شكيت وتمسكي حالك لهي الدرجه انه انت عم تعملي فيني مقلب. لا قلت مستحيل. بعدين انت مصره على هذا الموضوع بعدين بدك تروحي معي على الدكتوره ما في مشكله عندك وعادي ايه غطي وعم تضحكي وها وانه انت نجحتي حسيت نوعا ما انه انت نجحتي بالمقلب. خلص اسفه
كان مقلب والله، مقلب هذا الفيديو مقلب. اوكي بس الحمل وكل شيء اكيد انا ما راح اعمل فيك هيك مقلب. او ماي متخيل، اصبر اسبوع مشان مقلب. ما بعرف، ما هذا مجنني. انت مالك من هذا، انت ما فيك تصبري نص ساعه. فانت منين جايبه هالشجاعه كلها يا قلبي؟ ها منين؟ شو راح تعمل؟ ما راح اعمل شيء. عن جد؟ عن جد ما راح اعمل شيء، بس انه انا عم بسالك انه حاليا انت منين جايبه هالشجاعه كلها؟ خايفه منك. ها؟ شو رايك هلا انا احط صرصور عليكي؟ لا. شو رايك انت؟ ها؟ شو رايك؟ لا لا اوه ماي جاد. هذا المقلب الصغير اللي عملته فيكي. اوكي على فكره شاهد، اذا بتهدي اعصابها بتروح تاكل ليمونه. انا حاليا اخذت تاري بكل شيء ماشي فعلا. وانا الله حاليا اخذت بتاري من شاهد وخوفتها بطريقه باكثر شيء هي بتخاف منه. اكثر تستاهل. طيب هيك وصلنا لنهاية فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم، مشوفكم فيديو جاي. نحن بنحبكم كتير كتير كتير. باي.